ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الحقوقي أمين سلطان. مرحبا بك أستاذ أمين. بداية، ماذا يحدث في مدينة التربة؟ هل يستعيد طارق صالح هواياته في مهاجمة تعز كما كان يفعل أيام تحالفه مع الحوثيين وهو يهاجمها اليوم؟ نعم، ما حدث أخي هو أنه بعد دعوتهم إلى مظاهرة قاموا بحشد العديد من المسلحين من ميليشيات طارق عفاش. كان الحضور هزيلا وفشلوا في إيجاد مبرر لتفجير الوضع في الحجرية. فعقب المظاهرة حدثت هنالك مشادة مع إحدى النقاط التابعة لهم بمسلحين لا علاقة لهم لا بقائد المقاومة ولا بأحد، لنتفاجأ بعدها بحدوث هجوم على منزل قائد مقاومة الحجرية أحد رموز الشرعية في المنطقة. نعم. عقب ذلك تم التصدي للهجوم، إلا أن الملفت بالأمر أنهم كانوا قد أعدوا العدة، فبمجرد حدوث الاشتباكات نتفاجأ سكان المدينة بالقصف من قبل موقعهم في جبل صبران بمختلف الأسلحة الثقيلة والتي لم تستثني حتى المستشفى. نعم، نحن قرأنا خبرا قبل قليل بأن مدير مستشفى خليفة يحذر من أن القذائف وصلت إلى المستشفى وهددت حياة الأطباء. السؤال، لماذا في هذا الوقت تحديدا؟ يعني هل هو تكرار لما كانوا يفعلونه بعيد اتفاق المبادرة الخليجية حينما كانوا يرفضوا التعيينات التي كان يصدرها الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ نعم، هو نفس السيناريو الذي قام به المجلس الانتقالي في سقطرة وفي عدن، وها هم اليوم يريدون تنفيذه في الحجرية التي تعتبر المتنفس الوحيد لمحافظة تعز. يريدون فصلها عن المدينة لتكون تابعة للساحل الغربي ميناء المخا. نعم، هل هم الذين يريدون ذلك على سيد أمين؟ هل هم الذين يريدون ذلك أم أن من يمولهم هو من يريد فصل الحجرية عن تعز؟ طبعا للأسف هم من أبناء المنطقة، ولكنهم يعملون لتمثيل أجندات خارجية تنفيذا توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تخفي أطماعها في سواحل اليمن وجزره. إذا أشكرك جزيل الشكر سيد أمين سلطان الناشط الحقوقي على هذه المعلومات عن المستجدات في التربة في تعز.